مباشر ديركت. هذا مباشر. واخا السلام عليكم مشاهدي تتابع قناة شوف تيفي، اهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة ورزازات. معنا السي ولي سعيد اللي هو رئيس رئيس ديال جمعية ميو المواطنة بالنسبة للرياضة، مسير الكرة وبين ديال الاتحاد الرياضي الورزازي. الاتحاد الرياضي الورزازي. مرحبا بك السيد ولي سعيد. بارك الله فيك. تفضل اسيد. اولا تنشوفوا هذا الفريق اللي عنده واحد الاسم الاتحاد الرياضي الورزازي، اللي عنده واحد الاسم طويل، والساكنه ديال ورزازات وعامه تيعرفوا هذا الفريق هذا، وكان واحد الفريق قوي وتيبغيو الناس، لانه هذا الفريق هذا باش نوضحوا بعدا باش نهضروا عليه بواحد مساله، كيفاش تكون هذا الفريق وكيفاش دات تلحق الضرر، والشباب ديال اقليم ورزازات حنا كنا ديك الساعه تلعبوا في فروق الاحياء، ومن بعد فروق الاحياء انتقلنا الى قسم وطني الثالث الشرفي. كاين بزاف الفروق كالصحه كالتعليم كاينه اولمبيك كرجاء في دراغوم، كاين بزاف ديال الفروق، وكانت الرياضه في ورزازات فعلا كانت الرياضه. كنا حنا مهم دائما الدراري، كاين الشباب وكاين الرياضه وكاين الدراري مميزين بزاف في ديك الساعه فاش كنا حنا تلعبوا. حنا هذه سنه نقول لك 84 85 فاش تاسس هذا الاتحاد. كانت واحد الدوري دارتو الفلاحه لوفيس، وكنا شاركنا فيه حيت لنا كنا حنا تنتميو حيت تنتميو من فروق الاحياء وفريق قسم الوطني الشرفي الثالث، وشاركنا في هذا الدوري. وهذا الدوري شاركنا السي جلول الله يجزيه بخير، ولا فكر هو سي بابا عمر الله يرحمه توفى هذا السيد هذا، ما كون كان هذا السيد هذا كنا غادي نريحوا معاه باش يعطي الحقائق ديال اقليم ورزات. والسي القباش السي المامون الله يرحمه حتى هو مسكين توفى هذا العام هذا الله يرحمه ويوسع عليه. الله عندهم علاقه بالكره. هاد الناس هادو هما اللي بين مؤسسين الفريق ديال ورزات. وكان سي جلولي بابا عمر وبعد المسؤولين من بعد ها سي أدات والله يرحمه كان هذاك، حيت لانه كانت واحد اتفاقيه بيننا وبين الدراري ديال السونتر والدراري ديال الاولمبيك. ولكن باقي خو اسماعيل باقي خو هذا حنا تنهضروا توفى حتى سي هذا أدات، حيت كاينين جوج أدات الله يرحمه سي علي اللي هو مع الاب ديالي، كانوا هما مسؤولين في دائما هما المسؤولين على الجزاره، الوالد ديالي تيدير امين ديال الجزاره وتينوب عليه السي علي. ومن هاد المنبر هذا كنا حنا بزاف كانت عندنا المقهى تاعنا، ومن بعد هاد المنبر جمعنا الدراري ودرنا واحد الفريق وسقناه، وبشرف تنشكروا السي جلولي. وسجلوا لي كان مهم كلفنا حنا في القهوه عندنا، عيطنا للناس ديال اولمبيك وكل شيء، درنا واحد اتفاقيه ومشينا مشيت للكلوب درعا ديال كلوب درعا ديال لوفيس ديال الفلاحه، ودرنا واحد الاجتماع، وانا كنت انا كان سي بابا عمر، وها الصور ها هو هذا الاجتماع اللي درناه ها هو. كنا هذا الاجتماع وعندي كل شيء وثائق موثقة، عندي في لي جورنو، عندي في الميثاق الرياضي، عندي كل شيء كاع الدوسي كامل كيفاش تأسست هذا الفريق تاع ورزات. بعد هذا الفريق اللي أسنا كامل وعندك هنايا دوسي كامل عندي هنا كل شيء بوثائق بلي جورنو، حيت لو جورنو وحتى في لا فيدراسيون فوتبول ماروكا راه عندهم كل شيء التاريخ. هذا الفريق راه ماشي مؤسس 1961، كانت فريق تاع اولمبيك اولا باش احتراماتي للناس ديال الفريق تاع اولمبيك، حيت الدراري ديال اولمبيك كلهم كانوا معنا بحال خوتي، حنا كاع ولاد البلاد الحمد لله. زادوا واحد كانت واحد الفرقه في العيون زادوها، وزادوا ورزات، وزادوا واحد جوج فرق اخرين دروهم وطلعوا للدوزيام تيار، غير لعبوا عام ورزات سموها اتحاد طاحت 82 83 84 85 كونا حنا الفريق تاعنا ديال من بين الدراري ديال السونتر وديال اولمبيك الدراري، درنا واحد التضامن بيناتنا وكاع ديال الساكنه ديال ورزات. المهم حنا شنو باش غير نوضحوا باش نعطيو واحد الخبر ونعرف باش يعرفوا الساكنه كيفاش تاسس هذا الفريق، حيت كاين بعض الناس ما عارفينش
بغينا نعرفوا كيفاش تاسس هذا الفريق، وحتى الساكنه دائما عندها واحد السؤال مطروح، علاش فريق اتحاد الورزازي طاح؟ هذا النقاش حنا جايين ليه باش نوضح لك الامور باش يعرفوا، حيت كاين بعض الناس اللي هما مثلا تيقولوا تاسس الفريق ورزات 1961 بلديه، حنا بلدي درنا معها اتفاقيه بين الاتحاد الرياضي الورزازي مع بلديه ورزات، شنو اتفاقيه؟ باش على الدعم فقط، وسموها بلديه ورزات. هذه شي مده نقول لك 12 عام 13 عام فقط. واتفاقيه ملي داروا معهم اتفاقيه الفريق عطوه لهم كامل بالميني، عطوه لهم بالمينيم والكادي والجنيور وكل شيء. دابا حاليا تتلقى الفريق ما عنده لا مينيم لا كادي لا جنيور لا والو، قبطوها شي وحدين ما هما ماشي هما الرياضيين، لا علاقه بكره القدم. اشنو هو الهدف ديالهم؟ حنا درت طلب للسيد العامل والله يجازيه بخير، السيد العامل درت طلب، ها هما عندي هنا عندي وثائق، دير طلب هذه واحد مدة عامين الاول والثاني، تنطالبوا كقدماء قدماء لاعبين واتحاد الرياضي تنطالبوا السيد العامل باش ندخلوا، حيت داروا واحد الفورفي بالمناسبه ديال ذكرى عيد العرش، كانوا غيلعبوا مع علي صوفيا ما مشاوش، زادوا لها الفورفي ديال المريت، هذيك النقطه اللي خصاتهم هي اللي طيحتهم. دابا انا راه عندي جوج طلبات بليكوزيات وما اتصلت بهم السيد العامل، والسيد العامل الله يجزيه بخير حيت هذا الانسان هو الرياضي، والسيد الباشا تنشكرو حتى هو راه ما خلى ما دار حتى السيد الباشا الله يجزيه بخير. هاد الناس هادو راه هما اللي خدامين في البلاد، ما باقي راه اش غادي نقول انا؟ السيد العامل والسيد الباشا تنشكروهم لانه اي واحد دق بابهم كيستقبلوهم تيستقبلوهم كلشي. انا ريحت مع السيد العامل ساعتين المكانه تصنت لي ديت لي انا الميف كامل كله كيفاش تاسست الفرقه باش ما باقيش شي واحد يكذب على السيد العامل، ما باقي حيت الناس يروجوا وهذا الفريق هذا هاد الدراري الشباب ديال ورزات. انا تنسمع تناخذ التليفون ديالي تنشوف تنحط تنشوف هكا تنشوف واحد قال ليه راه حتى جيت انا عاد اسست هذا الفريق، واحد قال ليه هنا واحد قال ليه هادشي الله يجزيكم بخير. وزياده حنا تحشمنا حيت كاين لاعبين بزاف، كاين لاعبين اللي جاهم ساكن من فاس من كناس من كازا من اكادير، هاد اللاعبين خصنا نطلعوا فيهم سمعتهم الواجبات ديالهم، ماشي تجيب اللاعب وما تعطيش الواجب ديالو تخليه تما مسكين ما يلقى حتى ما ياكل ما يبقى ما يسهى هو تيجري على والديه. انا كلاعب خصني نحترم هذاك اللاعبين الله يجزيهم بخير، هاد المسألة هادي خصنا نقوموا بها بالجد وبالمعقول. هادي من ناحية حيت هادوك الناس ماشي رياضيين، دوك كاع اللي داز في هذا الفريق وسواء في البلديه ولا شي حاجه يعطوه بالتيسع، كاع اللي داز في هذا النادي ما دارش حتى شي حاجه خصهم يعطوه التيسع. خليو جو الناس اللي هما اللي عرفوا باش يتكلفوا بهذا الفريق، اللي عندهم خبره في كره القدم اللي عارفين الفريق وتيعرفوا التوازن، ولا جابوا لاعب ولا جابوا جوج دراير ولا ثلاثه ولا اربعه خمسه لاعبين غيهتموا بهم ويعطوهم كما تنديروا حنا. حنا لاعبين جو عندنا من كازا ومن مراكش من اسفي وكل شيء وجنا طالينا فيهم وجو عندنا في المقر ديالنا حنا في المقهى ديالنا وهما كلهم بخير، ما كاينش لاعب حنا ما بغيناش الشرف ديالنا يطيح، حيت باش حنا تنوجهوا هذا حيت انه الاتحاد الرياضي الوزير اللاعبين ديال الاتحاد الرياضي والناس القدام ديال الاتحاد لا علاقه ببلديه ورزات، حيت انه دوك الناس اللي في المكتب داروا لنا واحد المشكل حيت شوهونا حنا. انا ك تنعرف اللاعبين في الحسنيه تكادير صحابي الهيري ولعبت معاهم ضدهم طاس الاتحاد البيضاوي، وفاش رجع كاع المنتخب ديال المغرب من المكسيك ريحنا مع المنتخب كامل، عندي الصور هنايا وما كاين عندي كلشي هنايا، وقبلونا كان المريس حسينه التيمومي يلا كيرجعوا، وكانت عندنا واحد الكره كانت الكره الورزازيه ويلي الاتحاد الرياضي الوزير راه كنا حنا غادي نطلعوا للبريمير سيري، غير الظروف اللي ما ساعدتنا كان خاصنا واحد ثلاثه نقطات راه مشات بلاصتنا طلعت بلاصتنا الكوكب المراكشي. وهادشي هادشي راه معروف ورزات حنا ما عمرنا خسرنا شي ماتش، ولكن هادشي تعطوا التاريخ لكره القدم بالنسبه للورزازات. والسيد العامل هو حاول باش يدير واحد استراتيجيه بالنسبه للفريق ورزات، ومسكين في اي وقت جيتي عندو هذا دابا هذا الفريق هذا اللي موسم بلدي تيجيو عندو خاصين الفلوس خاص فين دابا العامل تيدعمهم ويدعوا من السلطه ويعاونوهم وكل شيء، ولكن فين تجي تلقى اللاعبين دائما خاصينهم المصاريف تاعهم، حنا ما تنعرفوش خصنا نعرفوا وهاد الناس هادو الله يجزيهم هو تنطلب من الرياضيين كاملين من قسم وطني الهوات لا من نيت كضيف ولا من دوار الشوش ولا تصومات ولا
من تارميكت ولا قال ولا النهضه ولا الاخلاص، كل شيء هذوك كلهم الرياضيين الكبار خصهم يوقفوا على هذا الفريق، حيت هذا الفريق راه ماشي يقولوا طاح، راه طاح من المهوات الممتاز للهوات، يعني راه الى مشي دعوا الثاني يطيحوا راه باش تطلعوا هذا الفريق راه تخصكم واحد 5 6 سنين باش توصلوا، ويعني راه تخصكم ميزانيه فوق حتى 700 800 مليون باش يلحق لهذا. دابا خصنا نقدوه ونحاولوا ونشوفوا كي نديروا ونشوفوا مع السيد العام الله يجزي بخير، راه مسكين راه ما خلى ما دار، انا حضرت معاه في الاجتماع وحضرت معاه وتيدعم الفريق وما خلى ما دار، انا حاضر تبعيني كل شيء ومسكين راه دار المجهود ديالو كامل، ولكن الله يهدي هاد الناس، الناس اللي راه خصهم يقدموا الاستقاله ديالهم بصراحه. عامين هو كان في دوزيام، كان طلع دوزيام سيرو ولا زقه تحت الفرقه، شكون فين مشاو؟ انا ما بغيت نعرف كيفاش. واش يقول لك خاصني 400 500 600 مليون واللاعبين ما مخلصينش مساكن، وحتى ولاد هنا الدراري تلاقيت معاهم غير البارح مساكن راه مضرين ديال لاعبين، بعد لاعبين ديال ورزات، ورزات ما كاينش، حنا راه عندنا هاد الدوسه، عندنا المينيم، عندنا الكادي، عندنا الجنيور، وغادي ندو ان شاء الله وتنشكر السيد العامل وتنشكر السلطان وتنشكر المندوب ديال الشباب سي سعيد، والناس راه واقفين وحنا بغينا نبداو، حنا تنساهموا حيت انه ما كاينش شي واحد اللي هو عنده نفس الغيره ديال البلاد باش نوقفوا على هاد المسائل ديال النادي، راه مشكل كبير هذا، راه تشوف هنا راه مشكل كبير. واش اللي تيقول لك تيجي يجي شي لاعب من برا تيقول لك نمشي للبلدي، لا لا ما نمشيش، علاش؟ لانه هذوك الناس خصنا حنا بعدا باش تنوصلوا. المشكل ديال اللعابه انهم كيتشكوا ما كيتخلصوش، اي ما تيتخلصوش، داك الشيء ما كيبغيوش يجيو لهم، ما تيبغيوش يجيو اللعابه. حنا دابا المشكل، احنا انا غير باش نوجه لواحد عامين هادي وراه عارفه السكينه، انا راه عندي 22 لاعب بين 16 17 18 حتى 20 عام، وان شاء الله غادي نديروا واحد الدوري كلهم ديال السكينه، من جبد من تنغير بوما وزازات، وكل لا تنمشي انا تنحضر في الماتشات وتنختار لي ميور جور وتنتبعهم سميتو، طبعا اختار تنمشي تنسافر وتنمشي باش نتبع باش نشوف باش ناخذ اللاعبين ديال اللي قليل. هاد الناس هادو لا غرضهم، شنو غرضهم هاد الناس انا ما عرف الله اعلم. تبارك الله راه ورزازات وزبره مطلع لعابه زوينين، راه كاين تبارك الله داك اللاعب كيلعب مع الوداد امولود، راه عمو لعب معايا ولد زكوره سميتو الاخر، ايه بلاتي صغار شتي هادوك الناس كلهم، حتى حمو محال راه كان جنيور ديالنا، ايت موسى الاخ ديالي راه كان في المنتخب ديال الشبان، هادو من الاولين مع فاريا مع بدو الزكي، وبدو الزكي جا الورزات، انا غير ما جاتنيش الظروف باش نتلاقى مع بدو الزكي، تنعرفو تنعرف الاخ ديالو كان مع اتحاد طنجه، وانا كنت كاع كنت نمشي تنتريني مع الدراري ديال خريبكه، وكان معايا العجاجي السباع كاع كلهم كنت نمشي لوسيبي ونعرفو. شنو الرساله ديالك؟ الرساله تنوجه الرساله ديالي هو خصنا دابا المشكل اللي هو خصنا تنطالب من جميع الرياضيين ديال اقليم ورزة، جميع الرياضيين الهوات تروازيم سيري كاتريم سيري ديال الساكنه ديال ورزة، تنطالبوا خصنا نوقفوا ونشوفوا نهتموا بهذا الشيء ونشوفوا هذا المشكل ديال هذا الفريق. هذا الشيء خصنا نحلوا، حيت دابا السيد العامل راه واقف، راه مسكين راه ما خلى ما دار، راه تنشكروا راه الوحيد والرياضي، وحنا تنتمناو التوفيق للوداد البيضاوي بالفوز هذا الكاس ديال العصبه ديال الشامبيون، وبالنسبه للنهضه البركانيه حتى هي راه فريق تبارك الله الله يعطيهم الصحه، راه داو الكاس وعاود ثاني هما في الفينال، نتمنى لهم تما التوفيق وعطوا واحد الرياضه بالنسبه للمغرب. حنا كرياضيين عندنا خبره في كره القدم، المشكل اللي تيزرع الناس دابا دوك اللي شادين الفريق هنا في ورزازات لا علاقه به. هذاك هو السؤال المطروح، ان السكينه كطرح سؤال حيت علاش الفريق الاتحاد الورزازي حيت عرفتي علاش؟ انا غادي نقول لك علاش، انا غادي نقول لك علاش، حيت دوك المسؤولين حيت الفرقه ردوها بحال 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 ان مارشي، باش نجيك انا صريح، هذا الفريق ردوه بحال كان ان مارشي، وتيقول لك ها جمعيه مستقله، عبد الله يهديكم، راه حنا درنا باش نحضروا في جمع العام، دايرين 10 وخلوا بيناتهم تيديروا داك الشيء، الله اعلم انا ما نعرف. ما يمكنش تحضر معاهم جمع العام، ما يمكنش، راه شحال من واحد تيحاول، ولكن هذه المساله هذه خصنا نحذفوا، هذوك الناس يعطونا ابتساع بصراحه، يقدموا الاستقاله ديالهم، والسيد العام راه هضر معاهم
وخصهم يعطونا ابتساع. لا كل شيء كله هذاك ما عندنا ما نديروا بهم. وكاين بعض الناس اللي معاهم في المكتب بصراحه الله يعمرها دار شي ناس مساكن ولاد البلاد وتنعرفوهم والله يعمرها دار وبغى يخدموا وكل شيء مساكن ولكن ما عندهم مجد. لكن اللي قال لكم سيد العام قدموا باش تقدموا الاستقاله يقدموا الاستقاله ديالهم صافي حيت لانه دوزت واحد عامين وطيحت الفرقه فين غادي هذه الفرقه هذه عاود ثاني زيد العام صافي تمشي الفرقه الا مشات هذه الفرقه هذه باش ديروا فرقه اخرى باش نطلعوا على هذا المستوى وهي الفرقة الوحيدة اللي عندنا في درعا تافيلات. إلا مشات حتى دير فور في جينيرال كاين شي وحدين بغاوها نيت نمشي هكا، راه الناس اللي هو ماشي الرياضي راه ما تيفهمش، شتي الفرقة إلا طاحت، إلا طاحت الفرقة خص يعاود يبنيو عليها ويشوفوا نحلوا هاد المشاكل ودار واحد الجمع العام ونفكوا هاد المشكل هذا الله يجزيكم خير، باش نفكوا حتى مع الجامعة والناس اللي تنسال شي حاجة ياخذ حقه ومن حق اللاعبين ياخذوا المسير ديالهم أنا تنساندهم ويحاولوا الضرر حنا ما تنبغوش داك حنا كنا ملي طلعنا الفرقة ما حنا تنساهموا تنخدموا من جيبنا أنا شحال من خطرة شحال من خطرة أنا كليت العصا وبزاف وكثير وتنربحوا على برا وهرسوا لنا الكار وشحال كثير هذا الشيء ما بغيتش انا نبقى نهضر في هذا الشيء كثير هذا الشيء ولكن حنا راه الاقليم ورزيت كامل تيعرفوا شكون هما اللي صنعوا هذاك الفريق وهما هاد الناس اللي في المكتب ما بغاوش حتى واحد حنا راه ما يمكنناش ندخلوا مع هذاك المكتب حاجه وحده الا دخل السيد العامل وحيد هذوك وحنايا حنا مستعدين ندعموا حنا ما بغينا نكونوا رئيس نكونوا حنا غير في اداره تقنيه باش نبنيو واحد الفريق للمستقبل اللي يقلي مرززات ها الشباب هما الدراري 7 سنين 8 سنين 10 سنين 11 12 عام وداش كالسيد العامل وكاين الناس لا غير تيجيو تيكا وتيجيو يطعنوك من ظهرك علاش لانه ما بغوش الخير لهذاك الفريق هاد المشاكل راه تنعانيوها الله يجزيكم بخير انا تنطلب من اللاعبين انا تنطلب من طرق كلهم وتنطلب حتى من سي موطوس حتى هو يوقف يكون معايا انا شخصيا خصنا نكونوا حنا معاه ما بغينا حنا ما بقينا تنديروا ثقه حتى شي واحد خصنا نوقفوا حنا لهادشي نشوفوا بعينا ونربوا الشباب ونديروا كلشي حنا ما غير حنا بغينا السلطه تكلف السيد العام اللي يتكلف والسيد الباشا يتكلفوا هما السلطه وحنا نوقفوا حنا عارفين كيفاش نبدو غير يفكوا لنا هاد المشاكل هادو وحنا عارفين كيفاش نحطوا الفرقه حتى في بريمير سيري راه حنا طلعنا لدوزيام سيري وحطيناها وعرفنا كيفاش وعارفه السكينه وكلشي وبركة من الترويج ديال الاكاذيب وهادشي حنا هادشي هو اللي بغينا وتنشكروا عاود ثاني تنقولها ونقولها تنشكر السيد العامل وتنشكر السيد الباشا وتنشكر السي سعيد والسي بوراس ديال التعليم حيت مسكين هذاك السيد يلاه كي جا وبغينا نعرفوا نوضحوا ليه الامور بلا ما بقاو يدوروا شي وحدين من موراه وداكشي ولا راه الناس عارفه شي سي سعيد راه كان تفرش فيا انا ملي كنت نلعب الكره وتيجي للتيرين تفرش فيا راه حنا تنهضروا غير الواقع الصريح حيت لنا الرياضيين كاينين عندنا في البلاد وكاين الشباب وكاين المستقبل ديال هاد البلاد وعندنا حتى في عادو الريفي كاينين وكاين واحد النادي ديال عادو الريفي وتنشجعهم بيتو حنا نجيبوا لكم شي كيسه ونعاونوكم مرحبا حنا معاكم وغادي نشارك معاهم بزاف خويا مزيان شكرا بزاف ايوا هذا السؤال ديما سكينه ورزازات شنو اللي خلى الفريق الاتحاد الوزازي يطيح شكرا بزاف على التوضيحات ومشاهدي متابعي قناه شوف تي في ما بقى لي غير نودعكم الى لقاء في بث مباشر اخر من مدينه وزازات.